السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيب. لمعلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. في هذا الفيديو نعزي نفسنا ونعزي أهلنا وأخواتنا المغاربة في هذه المحنة أو مصيبة. إن الله وإنا راجعون، ربي يرحمهم، ربي يجعلهم من أهل الجنة إن شاء الله، فردوس بالشافي الجرح. وكذلك منصة باينس دارت مبادرة أو تبرع $100 لمضرين في الزلزال في المغرب. كيفاش حصول هذه $100 في منصة باينس؟ لازمك تكون المغربي وتكون مقيم في مكان الزلزال في مراكش او في دوائر تبع او بلديات باش تقدر حصول على هذه $100. اولا دخول الى منصة باينس بهذه الطريقة خوتي مغاربة. نضغط على مزيد، هيا من بعد نزول الى اسفل، نضغط على قسم مكافآت، هيا حذا بث المباشر، هيا نكليك عليه بهذه الطريقة. ثم نضغط هنا في هذا المكان. خوتي انا ما نقدرش حصول على $100، ليس مغربي، انا جزائري، ما نقدرش حصول على هذه 100 إلا كان مقيمين في المغرب ومكان وقع فيه زلزال. خاوتي هذوما يقدروا يدوا $100. ما نقدرش ندي $100. صوتوا خاوتي مقاربة، هذه الطريقة حصول على $100 كل شخص. خوتي ان شاء الله ربي يصبركم ان شاء الله، وانا ادعوكم على كما راكم مضررين، حياتنا مضررين، قلوبنا راهم مقويين على هذه المصيبة. نقول الا ان الله وإني راجعون، ربي يرحمهم ان شاء الله من اهل الجنة وصديقين والانبياء، اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.